على توقيت رئاسية 7 سبتمبر، الجزائر تضبط عقارب تحضيراتها وتقرن الوقت بالجهد. هنا بالتنسيقية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، يشتغل أعوان المكاتب والتقنيون في قاعة العمليات هذه على تدقيق قوائم المنتخبين قبل توزيعها على مستوى المندوبيات البلدية وعلى المترشحين والمكاتب. المنسق الولائي يتابع سير العمل مع الحرص على أدق التفاصيل، فالرئاسية موعد سياسي مصيري. نحن نعتكف الآن على إعداد وضبط القائمة الانتخابية، قائمة التوقيعات التي سيلجأ إليها هؤلاء الناخبين أو المترشحين للإدلاء بصوتهم. بعدها يتم مباشرة الاعتكاف أيضا على إعداد قوائم التأطير. بعد قفل القائمة الانتخابية نعتكف على إعداد بطاقة الناخب اللي هي حق للمواطن. نحن الآن نعد عن طريق ما يسمى بالتعاون مع الإدارة العمومية من أجل تمكيننا من القاعات التي ستحتضن هذه الحملة الانتخابية وتسليمها إلى المترشحين أو من يمثلهم. شوارع العاصمة هذه الصائفة تتأهب للحدث الرئاسي. أهل البهجة المحروسة وحتى زائروها واعون جدا بأهمية هذا الموعد، فالسابع سبتمبر بالنسبة لهم يوم يستدعي ممارسة كل شخص لحقه الدستوري. هم يثنون على ما حققته الجزائر من تطور وتنمية، ولسان حالهم يتمنى ويأمل في أن تكون العهدة الرئاسية القادمة محطة تاريخية أخرى تحقق فيها الجزائر إنجازات سيادية ترقى للأجيال القادمة. كمواطنة جزائرية رايحة نروح ننتخب وندعو الشعب الجزائري كما يقولوها، وننسى كما نقولها الجزائر كامل يروحوا ينتخبوا وبلادنا الله يبارك ما شاء الله. أنا نحب الجزائر ما نكذبش عليك، وين نروح مين نحب الجزائر. أنا كطالب جامعي نتمنى إن شاء الله تكون من بعد ما التخرج إن شاء الله تكون مناصب تاع الشغل طلبة باش يكونوا يخدموا إن شاء الله. بالنسبة للشباب نقول لهم عادي الانتخابات رئاسية، روح انتخب وتبدي برأيك وتعطي الواجب تاعك. جينا من مدينة الأغواط في إطار زيارة سياحية. بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالطبع لازم نشاركوا بالصوت تاعنا في الانتخاب، الواجب وطني. أنا الأول نفوتي بعشر سبعتين. رئاسيات 7 سبتمبر الموعد الذي ينتظره الجزائريون، ترصد له الدولة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ليكون محطة تاريخية مشرفة تكتب للجزائر.